مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من ترندز، حلقة جديدة وجولة جديدة جوه عالم السوشيال ميديا عشان نقول لكم أكتر عن كل الجديد. وكالعادة هنبدأ حلقتنا بفقرة ترندز أوف ذا ويك. يمكن أول وأهم ترند عندنا النهاردة كان فوز منتخبنا المصري على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في الماتش اللي تألق فيه بشدة كل لاعبي منتخب مصر، وقدموا مباراة قوية جدا أثبتوا فيها إن هم فعلا فريق قوي ويستحق إنه يفوز بالبطولة، واللي خلاص قربت جدا من نهايتها. منتخب مصر هيكون عنده ماتش بكرة الخميس الساعة 9 مساء مع منتخب الكاميرون الفريق المنظم للبطولة وصاحب كمان الأرض، وإن شاء الله نقدر نفوز ونوصل للنهائي. يمكن كل الناس على السوشيال ميديا قلقانين من الماتش ده عشان حاجة غريبة جدا، وهي تحيز الحكام جدا لمنتخب الكاميرون والحاجات الغريبة اللي بتحصل في كل المباريات اللي بيلعبها الكاميرون، بس برضو احنا ما يهمناش كل ده، وان شاء الله هنفوز بالماتش ونوصل للنهائي ونرجع بالبطولة. من الصور اللي كانت ترند على السوشيال ميديا كان صورة محمد صلاح وهو قاعد جنب اللاعب فريق المغرب أشرف حكيمي بعد المباراة بيوسيه على النتيجة اللي انتهت عليها المباراة وخروجه من البطولة، وطبعا الصورة دي كان فيها كمية روح رياضية مش طبيعية وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير جدا. وبمناسبة بقى الكلام عن محمد صلاح، خلوني أقول لكم أنه نادي تشيلسي الإنجليزي وهو أول نادي يلعب ليه محمد صلاح في إنجلترا، في صحف إنجليزية كتير قالوا انه بيستعد دلوقتي انه يقدم عرض كبير جدا لمحمد صلاح عشان يقنع اللاعب انه ينضم لصفوفه مره تانية، وخصوصا انه واضح جدا ان مفاوضات تجديد عقد صلاح مع نادي الحالي انها مش ماشيه كويس قوي. والصحف الانجليزيه كمان بتقول ان العرض ده هيخلي محمد صلاح صاحب اعلى اجر في الدوري الانجليزي كله. الاسبوع اللي فات كان اسبوع مليان بالاحداث الفنيه والكاميرا ترانس كانت موجوده فيها زي ما عودناكم، واول حاجه كانت افتتاح مهرجان جمعيه الفيلم في دورته ال 47 وال 48 واللي اقيمت في مركز الابداع بدار الاوبرا المصريه. المهرجان مستمر فعالياته لمده اسبوع وفي كتير من الندوات للافلام المشاركه في المهرجان، وكاميرا ترانس كانت موجوده في الافتتاح وعملت لقاءات مع عدد كبير من ضيوف المهرجان والقائمين كمان عليه زي حسين فهمي ضيف شرف المهرجان وبشرى عضو لجنة التحكيم وغيرهم من صناع الأفلام. أولاً سعيد جداً أن أنا موجود مع زملائي من الجمعية، أنا كرموني قبل كده وبتكرم تاني، وأنا يعني سعيد بهذا التكريم وسعيد بأنهم مهتمين بالسينما زي ما كنا. إحنا كنا طلبة كلنا في أكاديمية الفنون معهد السينما، قد إيه حبينا السينما كلنا وقد إيه كنا بنسعى جميعاً أن إحنا نشوف الأفلام، أساتذتنا الكبار اللي علمونا السينما، يعني هي ذكريات جميلة جدا لأن احنا كلنا متخرجين معهد السينما. بحاول دايما أنقي أفلام جيدة دايما طول عمري، الحقيقة كان طول عمر النشاط الفني بتاعي والسينمائي كان كده، دايما بنقي أفلام مهمة، الكاهن مهم جدا، الملحد مهم جدا، بيتكلم على موضوع في غاية الأهمية، فده اللي بدور عليه يعني. بنطرح الافلام اللي تم عرضها في دور العرض، الناس اوريدي اللي شافها شافها، اللي ما شافهاش قرا عنها. احنا جمهور مثقفين والنقاد والسينمائيين يعني عارفين الافلام وعارفين مستوى اي فيلم، فبنطرحها في استماره يختاروا احسن 7 افلام. ال7 افلام اللي ضمينا ليهم السنه اللي فاتت والسنه دي افلام المنصه. فال7 افلام دول كل فيلم مخرجه بياخد شهاده ان هو ضمن احسن 7 افلام اتعرضت العام السابق. شرف لاي مخرج انه يتم اختيار فيلمه كواحد من اهم افلام العام اللي بتشارك في فعاليات مهرجان جمعيه الفيلم. اعتقد ان انا اولا كنت سعيد جدا لما اتبلغت بالخبر ده، و بجد هي احدى الجمعيات القليله اللي لسه واقفه وصامده واحدى اعراق الجمعيات السينمائيه في مصر اللي بتمارس نشاط فعلي بتحاول يبقى ليها تواجد. الجمعيات دي هي حائط الصد بيننا كسينمائيين وبين تحويل السينما الماده للترفيه السريع، الظاهره اللي حصل عليها جدليه خلال 3-4 سنين اللي فاتوا. اعتقد ان احنا
محتاجين لمزيد من هذه الجمعيات طبعا. الحقيقة أنا سعيدة قوي وفخورة أن أنا يعني اليوم اللي يتم انتقائي فيه أنضم لجنة تحكيم جمعية الفيلم، أبقى بحكم على سنتين مش سنة واحدة بس، وهي سنة 2020 وأفلام 2021. طبعا عجبني النظرة المستنيرة أن احنا ننضم للجان التحكيم ويبقى فيه رؤية مختلفة وشبابية وواقعية أكتر موجودة في هذه اللجان. مهرجان جمعية الفيلم ده مهرجان تاريخي، مهرجان كبير، عمل دورات كتير جدا، كرم أفلام محترمة كتير ونجوم كبار، فحاجة كويسة جدا ليا أن فيلم صاحب المقام يبقى بيتكرم منه بناء على رأي الجمهور، دي حاجة تسعدني وتشرفني. أنا شرفني أن أنا أشترك في مهرجان جمعية الفيلم، بصراحة من أحلى المهرجانات. أنا بحب هذا المهرجان من زمان، من أول فيلم كباريه كده من والفرح والحاجات دي، يعني من 2007 وأنا في المهرجان ده بحبه جدا جدا. ولسه مكملين معاكم في الأحداث الفنية، وكاميرا ترانس كانت موجودة برضو الأسبوع اللي فات في العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل لخالد الصاوي وهنادي مهنا ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر. فيلم تماسيح النيل بتدور أحداثه جوه مركب نيلي بين الأقصر وأسوان، وبتدخل عصابة جوه المركب وبتبقى عاوزة تسرق بعض الركاب على المركب، والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز. الأستاذ سامح عبد العزيز يا جماعة اللي أنا بشكره من دلوقتي على كباريه وعلى الفرح وعلى تماسيح النيل وعلى أي شغل هنعمله تاني مع بعض. زمان انا كان ممكن في كل فيلم اشتغل فيه اترجمه لك الرساله واقولها، دلوقتي حسيت ان الرسائل الكبيره مش هي اللي بتوصل، تصور اللي بيوصل هو الرسائل اللي بين السطور. البطوله الجماعيه دي شيء انا بدعو له طول عمري طول عمري. انا كنت في المسرح في كليه الحقوق رئيس فريق المسرح، كنت اللي كتبته واخرجته للمسرح. كل الفرق النهارده اللي بتقدمه بتقدم مسرحياتي اللي مكتوبه كلها اقدمها علشان هي مسرحيات جماعيه. اشتغلت على مشروع المسرح الحر والسينما المستقل، وبالذات على فرقه الحركه المسرحيه اللي كانت بطولاتها كلها جماعيه، وكنت بخرجها وبكتب معظمها وبمثل فيها برضو. كلها خدت منها فرص مهمه جدا جدا، ومع ذلك كانت بطولات جماعيه. ولما بدأنا في البطولات التلفزيونية والنجومية السينمائية والتلفزيونية وبتاع، كان بيبقى دايما عيني ورهاني على ان انا ممكن ابقى حتى لو انا البطل الاول او التاني او لو في بطولة جماعية بنبقى كلنا ناجحين. لما بتبقى لوحدك او واحد لوحده وناس كلها بتخدم عليه، صدقني ما بتبقاش زي البطولة الجماعية. تماسيح النيل فيلم رحلة، وافلام الرحلة من الافلام اللطيفة جدا الناس بتحبها، وجو لذيذ، مجموعة قررت تطلع رحلة وبيحصل بقى أحداث عظيمة جدا في الرحلة. بعمل دور محامي جوز أخت خالد الصاوي، بنتآمر أنا ومحمد ثروت عديله يعني على فلوس. الفيلم لايت كوميدي لطيف، هو مواقف حلوة أصلا وحدوته حلوة، فيا رب إن شاء الله يبقى فيلم كويس فيه إفيهات حلوة إن شاء الله يا رب. ما هنشوف بقى في الفيلم. تماسيح النيل فيلم كوميدي لذيذ، خش اتفرج عليه. طب بس دوري طالعة بنت أستاذ خالد الصاوي، وبنسافر بقى عشان في رحله ترفيهيه، وبيحصل بقى كذا موقف هناك على المركب بيدور منه احداث الفيلم. هقول لهم مبروك، ويا رب الفيلم يعجبكم ويعجب الجمهور، وان شاء الله يحقق اعلى ايرادات ودايما كده في تقدم ان شاء الله. ومن الأخبار اللي أثارت جدل كبير عالمياً خلال الأيام اللي فاتت هو ظهور فيروس جديد في الصين. منظمة الصحة العالمية قالت عنه أنه المتحور الأشرس من كورونا، خصوصاً أن الفيروس ده بيتنقل للبشر برضو عن طريق الخفافيش. الفيروس الجديد ده تم تسميته نيو كوفيد، ومنظمة الصحة العالمية بتحذر منه بشدة، وده لأنها خايفة أنه يتسبب في معدل وفيات كبيرة جداً. وقالت المنظمة أن العلماء حالياً بيقوموا بدراسة الفيروس الجديد في الخفافيش عشان يتأكدوا هل هو فيروس جديد ولا واحد من متحورات فيروس كورونا اللي بقى فيه منها دلوقتي مئات التحورات. طيب سريعا كده خلوني اقول لكم شويه معلومات عن الفيروس ده، لان لما عملوا الفحوصات الاوليه عليه اكتشفوا ان في جين من الجينات المتشابهه مع فيروس الالتهاب التنفسي للشرق الاوسط، واللي بتسمى بفيروس سارس، وده اللي ظهر سنه 2012. لحد دلوقتي الفيروس ده موجود في الخفافيش بس، لكن منظمة الصحة العالمية بتقول انه بيحصل فيه طفرات جينية ممكن جدا انها تخليه يتنقل للبشر قريب، وهم كمان متوقعين ده. وقالوا ان اول ظهور ليه كان في جنوب افريقيا، لكن تم رصد حالات كتيرة جدا منه في الصين خلال الايام اللي فاتت. وقالوا كمان ان خطورة الفيروس ده انه سهل جدا يصيب الخلايا البشرية، عشان كده متوقعين ان انتقاله للبشر يكون بسهولة. والاهم من كده ان هم كمان متوقعين انه يسبب حالة وفاة واحدة من ضمن 3 مصابين.
طبعا ربنا يسترها علينا جميعا، ويا رب بجد نحافظ كلنا على كل الإجراءات الاحترازية لحد ما ربنا يزيل عننا الأمراض والأوبئة دي. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week.